نستضيف معنا السيد محمد مشارقة، مدير مركز تقدم للسياسات. سيد محمد، أهلا وسهلا بك. ما قبل إطلاق الصواريخ ليس كما قبلها، في أي مرحلة نقف الآن؟ يعني كان على هذه القيادة اليمينية الدينية القومية المتطرفة في إسرائيل أن تدرك أن حجم الضغوط الهائلة على الفلسطينيين والتي تدفعهم إلى المساواة بين الموت والحياة، فهم يجب أن يتوقعوا أن الفلسطيني صبره سينفذ، وتتحمل هذه القيادة اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد. فما جرى في المسجد الأقصى أو في أحياء القدس ومحاولات عمليا يعني تقدم باتجاه تطهير عرقي لمنطقة الشيخ جراح من سكانها، تمهيدا لإخلاء المدينة من سكانها العرب الفلسطينيين، كل ذلك يدلل على أن هذه القيادة عمليا وصلت إلى مرحلة عمليا تريد تنفيذ خطة القرن وتستعجل في ذلك. وبالتالي هذا الاشتباك الآن الذي فتح بين الفلسطينيين ورد الفعل مهما كان نوعه لا يمكن الحديث عنه إلا أنه أن إسرائيل تدفع بهذا الخيار وبهذه المعادلة التي تجعل الفلسطينيين عمليا يستخدمون كل ما لديهم دفاعا عن أرضهم وبيوتهم وذاكرتهم وكذلك حقهم في الوجود. وفعلا كان مفاجئا أن تقوم إسرائيل هذا العام تحديدا ليلة القدر بمنع الناس من الصلاة على سبيل المثال، باستفزاز مفتوح للناس، وكذلك تصعيد بمعنى في المسيرة الأعلام التي قيل أن المستوطنين سينفذوها في القدس في الذكرى 54 لضم القدس عمليا. فكان ذلك طبيعيا ويجب أن يتحمل المسؤولية. مشوار كي وعي الفلسطينيين كي يستسلموا عمليا يفشل ويؤكد فشله كل يوم. الفلسطيني لن يستسلم ولم يستسلم مهما كانت التضحيات. سيد محمد، وصول الصواريخ مباشرة بعد انتهاء المهلة التي حددتها الفصائل الفلسطينية، كم يعكس سخونة وجدية الأوضاع في فلسطين؟ يعني هو يعني من الواضح أن المسألة ليست يعني لا يمكن قياسها الآن بموازين القوى التقليدية، بمعنى معروف أن القطاع يعني وضعه صعب وهو في حصار، وحتى هذه الصواريخ تأثيرها ربما يكون محدودا. لكن رمزية المقاومة، رمزية الرد، رمزية رفض الاستسلام ورفض القهر ورفض كل الإجراءات، أنا برأيي هذا هو المهم، أن الفلسطيني لن يستسلم مهما كانت الكلفة. نعرف أن الكلفة على غزة ستكون باهظة وباهظة جدا، ولكن على الإسرائيلي أن يدرك أنه عليه أن يسمع لصوت العقل، حتى أصوات داخلية في إسرائيل والعالم قالت لإسرائيل إياكم أن تذهبوا بهذا الخيار، ستسعروا من حرب دينية لا يمكن أن تنتهي إلا في السماء. عليكم الآن أن تكونوا بمعنى أن تستوعبوا ما يجري في القدس، وهو تقليد سنوي عند الفلسطينيين أن يأتوا للصلاة في المسجد الأقصى يوم ليلة القدر. وبالتالي لأسباب داخلية إسرائيلية للأسف الشديد هم عمليا مارسوا كل هذه العربدة وكل هذا الجنون. أسباب داخلية تتعلق بتشكيل الحكومة، فنتنياهو يريد أن يؤكد أنه هو الذي يستطيع أن يقدم كل أوراق اعتماده لدى التيار اليميني والديني المتطرف والفاشي أيضا الذي التحق بسبعة مقاعد بمعنى ليضمن له تشكيل حكومة. ولكن للأسف الآن نحن نرى أن كل هذا العبث بمعنى يصل إلى نتائج لا، عمليا الحكومة ربما لن يستطيع تأليفها وسواجه نتنياهو مصيره. وبالتالي هذا حتى التصعيد الآن ضد الفلسطينيين لم يؤتي ثماره لصالح تحالف نتنياهو اليميني الديني القومي المتطرف.